بسم الله الرحمن الرحيم. وين هذه؟ ثواني بس إخواني. بس في معلقة ذي. أيوه كذا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وفي الجنة يا رب العالمين، موانا وأواكم. ستايل جديد شباب، كيف الله؟ تحسبوني يد صح؟ والله وجهي طلع كنا يد. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. ليش؟ شموركم؟ الكام مائلة؟ طلع والله نواف نواف نواف، يقولون من طول الغيبات يا ابن الغنايم يا بعد حي. الكام مايلة يا عيال، والله انها مايلة انا ادري، بس انه ما قدرت تثبيت مثبتها بين شاشتين وطالعة كذا شوي هنا رايد فرع تركيا. يا بارد الوجه يا عيال، امدحوني سووا اي شيء تكفون، الله يرضى عليك. هلا ابو سويحلينج، هلا بالزين، هلا بالشيخ، شموركم يا اخوان؟ هلا يا بعد قلبي. هي يا بالله، واضح انه مايله مره ولا مو بواضح؟ يا نواف نواف، وينك يا ولد؟ ما تنشاف انت. طيب نضبط هذه كذا. ايه بسم الله، نفس العادة يا اخوان، تبغونا نذبح الوزير، نخطف بي فايف، نفسخ سروال بي تو، اختيار لكم يا اخوان. انت ما كان باور؟ لا والله اني جالس عند ملمح، ابيهم يدخلوني. طيب بس خلني اطلع، وش دعوة يا ابن الحلال؟ وش دعوة؟ تدري انه امس نواف، امس توني اخذ بطاقة العريف. تعبت تعبت ترى تعبت. طيب بسم الله. رقمي كني سمطرة انا ادري يا اخوان، لكن ما عليه. بسم الله، بإذن الله نسحبها ونعطيك المستجد. ما تسويها وانا اخوك، ما تسويها ما تسويها، الله يرضى عليك. لا لا تعبت، ركز معي. تعبت جالي مو تعبت والله، تعبت راكض بالميدان انا. لا نواف شو حصاير كفاءة، ممتاز هذا الولد، ممتاز انت. ايه قصي مسدي، ما ادري شلون جت يا رجال. تحدي كان التحدي على 500 دولار، المال والبنون زي حياة الدنيا. ايه وين نروح انا؟ ايوه هنا زين. تيم سبيك، هلا بالرقيب. اسمك channel switched. يمه نخيب قصدك؟ ابو سويحلنك ما اشوفك يا اخي بالميدان والاشياء الطيبه ذي. ادخل ابن الحلال بعدين. اسمع ابو سويحل، History Town, where dreams come true. ابي احتاج العاب يا بعد قلبي. الله ييسر امرك يا حبيبي، الله ييسر امرك وامور طيبه باذن الله. بتزين. ليش كذا؟ صاير ليش كذا؟ مستشفى على طول.
ابي العاب، احتاج العاب، انا لازم احمل اربع ست العاب خمس العاب. هي ركز معي، لازم لازم لازم. هل تعلم اخي او عزيزي المشاهد انه مستحيل مستحيل اخشى والعب اي لعبه وانا بدون بث؟ ترى بس بلبث العب، غير البث بسين العب بسين. مصيبه والله يا اخي، عشان ما بيطفش لو العب جراند بدون بث، قسم بالله ما تلقوني يبث خلاص بطفش. احمد يبيك ديسكورد. ديسكورد ديسكوردينج. طيب ليه ما تتصل علي؟ ليه تكذبون؟ بضحك ضحك. وينه؟ وينه؟ شونج بونج شونج بونج هذا. طيب خليه يرد. ها جريت هذا شيء عمليات جريت النثريم مركبة سيدان سبورت باللون الأبيض حديقة العامة سبب قطع إشارة عذرا للتبكير. كم فورت عامل حالة؟ يا الله ما بحلنا ليمي مثل عليمي يا حبيلو. يا شباب رضا تكر يرد ودق على هذا الديسكورد وانا ميت هنا. ايش فيه؟ قم يا ابو ريحه. لانه هو بنسي ينهض. يونت هذا شيء عمليات لا سن 3 تم تعمل حاله. الو حاليا حالة تم 5 مركب بس ويحلنج شباب اللي يعرفون وش ليش كذا؟ شخص لابس ابيض اسود اسود. هلا ميش انت ميت كذاب ميت هنا؟ يا ساتر وش تسير الدخول اللي على طول نقل؟ ما قلت بسم الله. الوظائف على الطوارئ قتل وخطف. تي 3 ان سيرفيس كذلك بجي الاخر حالة تي 3 صارت طبيعية كذلك انتقلت. قولوا احمد رد ديسكورد تن فور مسوحة مو بكفاءة خلاص. فور متوجه لاست 23. الله ينعم عليكم يا اخوان. كيف ذي شباب؟ ها ممتازة دي صح؟ الله الله. شو الحالة يا رضا؟ الو شو الحالة؟ اباد شوحة شوحة. وين وين؟ والله نادي قبل شوي عيال اقول لكم شيء، بطني كذا منحول منصدم، يحس منه اكل اللي قاعد يجي، ما يدري انه تمرين بطن. قسم بالله اول مرة بحياتي ادخل نادي، بطني منصدم، الفخوذي مصار، رجلي 10 سنوات ما تحركت قسما بالله. يا ساتر ركض ركض بس ما تعبت اليوم، مشيت كذا كذا خطوه كذا بس عشان ما تنصدم معاي واغراضي وكذا، مشيت شوي بس. هلا مع يبيك احمد على الذهبي. يا ذهبي وانا منبطع هنا ذهبي. ويني وين الذهبي؟ انا اصبروا انت سرطان. نزلة نزلة تبي ايه؟ خذها خذها. اي ارجع. مين العسكري مسكني عيال هذا منه؟ تدري مركز عمليات راح اوجه فراغ الى تكر. ارسل عسكري يا عسكري يا عسكري مركز عمليات تيم فور. انا مركز عمليات ارسل تن فور. حاليا بالنسبة للشاحة عندي الآن في غرفة العمليات تن فور. وشغل جهاز الفلاف. سليمان ها زياد كيف عين كم بالمية؟ الله أعطيك مغذي مغذي. عليكم السلام. هلا رياض. هلا يا قلبي. يوصل
هذا صوت طار مو بصوت قلب. واحد شيء اقومك من استلغاء السرير حبيبي الله يحبك. خلاص لا يا ساتر. حالته مستغرة. مستغرة. حالته مستقرة ما تقدر تقولين. مستغرة. غوريلا غوريلا قماسات قماسات. راح استلغيك على السرير يا عسكري. الشرير. ارحب يا رجال علي بالحرام. انت اخذت سلوتي هدية. هذا شو يسوي طول؟ لو مو الرجال الطيب هذا كان الحين ما حد طلع عندي بالغرفة ترى. السلام عليكم. السلام. اهلا سلامتك. الله يسلمك. انت دكتور انت ولا؟ اي دكتور ايش رايك فيني؟ ما شاء الله. انا اللي عالجتك ترى لو مو انا كان انت الحين ميت. كذاب. الله يحفظك. اي والله. ارحب يا رجال. تبقى. كان اخذت كليتي هديه ابهيربي. لا اخ شخص كليتك شو فيها؟ كلك طلق نار وعش كلك دخان وخر فكري بس. دخان؟ اي تدخن انت والله عليك من لحيتك. خلق قدامي. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. فجأة مركز العمليات. اسمع اذكر ذكر الله زين. خذ معك يا رب ذكر. شوحة. هلا. يلا بيبي. السلام عليكم. هلا هلا شو حريق مركز عمليات. هلا بزين هلا. تدري من دق علي؟ من هو؟ ذكر ابو سوحان. ارسل معك مركز عمليات صحيح؟ تين فور تنتقلك مركز عمليات بسبب اني حاليا سناب. تين فور حياك الله يا تي 16. ها؟ تدري ايش قال؟ راح امسك مركز عمليات عنك هذا اسم لازم. تين فور كذلك مسيت فتره راح تكون عندي. تسجيل دخول يونت 102 توجيهاتك مركز عمليات. تنفر رايت قوم جريا حرا وصلت بسانت بسانت جميع الوحدات. افعلها تنفر تشر الشرير. اسمع شوحة يا عاد تنفر تقول انك دوزني تذكر يا ابو سوحان. ها وين ابو سوحان؟ تعرف اي ابو سوحان وش يبي؟ اقول لك انت تدري انه كلب عنده فلوس صح يبيني يصير مجرم. رايت كان دري حراس جنب سانتس فلوس مليونين انفر. مليونين يا شوحة. ايوه يبي غراض. ثواني ها ثواني خليك معي يشيلون لمركز العمليات اطلب توجيه. كرر. يونت 21 لمركز العمليات اطلب توجيه. تنفر راح تستلم غرب لسانتس كذلك الوسط. تنفر لا تزل وتتكلم بالراديو. تنفر اتجاه حالة 233. تنتو اتجاه حضرة ملاد. هل يجد اي واحدة ما عندها توجيه؟ انت 21 موقع توجيهك؟ حاليا وسط طوس وغرب. تنفر بسم الله الرحمن الرحيم. معلش التأخير اخواني. بسم الله. ايوه رضا. رضا. ها هلا حبيب. هلا بيبي شلونك؟ ها بخير. وش في سرقات في شيء؟ اقول لا. ها شو اسمه؟ سويحان. وش في ابو سويحان؟ من تثري مقسميات حالة تثري الآن ما سويت مليونين ابيض مليونين ناخذ منها مليونين وامسك انا سابك قطع اشارة ياخذ مني مليونين بشرط اني بقى اديه كري بلاغك غراض البنك الذهبي بلاغي موجه الرضا. طيب اسمع ارسل لاس 22 غرب المدينة تيم فور. عليكم السلام. هلا عموري المرموري. هلا بدراني. هلا بالزينينج. اسمع انا اليوم
لازم امسك ابو سويحان، امسكه واسجنه واطلعه، فهمت؟ بس بعلم اني انا اقدر امسكه بس. والله اي نعم. هو يقول في مخه تحدي كذاب. والله يسرق بنك. يا ربي شغل الأغنية الحين، طلع سنايبر نذبحه. بسم الله. هلا 22 كلير. شوف اي سرقه اي شيء كذا على طول روح على طول بشوف مين موجودين من الاساكن. سلمان شاحا مطلق منين؟ تشيلين ام تشيلين؟ والله فل تشيلينج. فل تشيلينج بيبي. نعطيك نقاط المطلوبه. ممتاز. ابو سعد دقيقه. لا بيبي. بياض الله وجهك. كان انا مالي دخل امشي، حول لي المليون اللي انا بيني وبينك وانت تسالفه. هذه دقيقه يا ابو سويحان، يا بعد روحي انت يا بدوي. اسمع يا بدوي، يا بدوي اسمع اسمع. طيب خليني اقول لك، انا قبل لا اسولف انت متفق بيني رايد. ليش ليش وشو؟ خلاص حول. هلا حبيبي، هلا بالزين. والله اني ما ادري بعد قلبي. هلا الله ينعم عليك. خلاص خلاص حول لي الان نص مليون يا كذاب. معك فوق طيب ها يا بعر يلا قول. يا سلام كذاب. طيب تحتاجني في ايش؟ من تثري لما تسميت حالي تثري الان مع مارك. لا مو من اول يوم انحب من النادي. اصبر يا لوحه 8-0 في المواقف الحمراء بسبب قطع اشاره. اسمع اسمع قل له في كلب مال جنبي. لوالحقك ماشي يا سيدة ولد. تثري الان في مستفافه. تكفى يا ابو سوحان، فكر فيها يا ابو سوحان. تنظر لكن يا ولد كلمه. قل له في كلب مال جنبي. اسمع، في واحد في واحد في واحد جنبي، في واحد جنبي اسمه شوحه يقول انا كلب مال بعد. ها اسمعوني اسمعني. وش اما انا حبت شباب. حيلة. طيب قول لا اله. قول لا اله. اسمع اسمع، عندي فكرة بين 66 لذينة. فكرتي بتطلع سيكل. طيب تطلع تنقز لين حق البرشوت. حلو. تنقز من البرشوت توقف عند شخص عنده موتر. اتوقع عنده موتر كنت جي كلاس. عندي برشوت انا. ممتاز. ولا هذا ولا 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 ممتاز جدا. ما هي برشوت. او من علاقة تحسوني اني احبت عيال صح؟ يا رجال شوف تفجوري. ايه شباب ترى رجعت للسناب. يعني ما شاء الله ما تدرون اني رجعت للسناب صح؟ يلا شوفوا سناباتي. انت تري لو تنيت متى ما اخذت تدري. يلا الفلوس لا تنسى. ايش قال لي تدري ايش يقول؟ وش يقول؟ يقول بيهرب سيكر وخلوكم تروحوا اديكم مليون. اجل انا بلحقه. نلحقه احنا. نلحق بسيكا. اسمع فرست سكند. وش يعني؟ شباب بالله عليكم اي واحد الان يدخل على السناب يشوف ترند. زين شوفوا ترند عندكم. اللي يحصلني يصور شاشه ويرسل لي بسرعه. لان سنابات اليوم ترند طلعت. اللهم لك الحمد. طبعا غايب عن السناب شهر. اول يوم ترند. فدوروني بترند. يلا شوف مين اول واحد يرسل لي الصوره الان. شيكوا زين كلكم شيكوا الان. شيكوا على ترند السناب. حدث اول شيء بعدين شيك على ترند السناب. اذا حصلتوني علموني. اذا طق من البحر. وش الاقي العاديه ذي يا ابو ريحه يا عديم التحفيز؟
ولادي ولادي وجهك المثلث، وجهك الحاد يا سزلو يا بارد تعرف الوجه. شيء اسمه تخسي؟ الزمن انسى شيء اسمه عساكر راح يجون اعطيك اياه من الاخر، لان ما شاء الله انت تدري مرتبات حاله التنذريه الان مع مركبه اوف رود ابيض واسود بجانب معرض المداريين بسبب قطع اشاره. تنفر انا ضيفك ما يطلع لي الا الا وانت ضيفني اتوقع يطلع لك اني انا ترند بسناب فشيكوا شباب. 21 لاست 22 كرر لاست 22 فور تي 11 موقع استلامك. والله 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 لقاني بترند، والله والله لقاني بترند ترند سناب حبيبي، والله حبيبي عبد الله تيبي الى الان شكرا يا قلبي. تنظر شوف سناب لقيتك الله يرضى عليكم الحمد لله اللهم لك الحمد. ترند بسناب وانا صار لي شهر غايب يا اخي اقسم بالله العظيم، هذه اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. بس نتو الموقع كلير الغى البلاغ يا نتو 21 كفار حبيب حبيب انت 120 موقع استلامك ليمون ولا لا ماي اي والله نقال ترند والله شعور حلو يا عيال. ما في شيء اسمه ترند من تحت، وش اسمه ترند من تحت؟ الو شو انت نايم؟ اي ثاني وصل وصل يا اخوان، انا قلت لكم تشترون كلكم لاني بختار افضل صوره يعني في استخدامات كثير خاصه افضل 6 ثمنيل يعني بعد 5 دقائق تقريبا. وش فيك يا دا تستلم الغرب كذلك الشمال كف على وجهك الان فار والله اني مسكن ما حصلت 102 شاحه كت سمني مرر راح تستلم الشمال الشرق هذا مرافق اذا تقدر تنفر راح تستلم الشمال والشرق استلمت يا رضا قول هاي رضا وش صار وش خططتوا عليه؟ ينتظر العسكر يداوموا وما شاء الله المدينة يعني الجوازات عندهم فل الحين وما في عسكر فلما احتلوا يعني ذي بيفهم عاد لين يجي عساكر فهم؟ ممتاز فشكله ما فهم يا اخي كل كلامك الارضيه ما يعبر حبيبك الله يسعد وش ذا الكلام اللي تقوله ذا؟ المشكله انحلت باذن الله. لا لا سناب باذن الله رجع اللي ما ضافني سناب يكتب سناب استفهام برضه في سفريه بعد كم يوم ان شاء الله. ناري 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 ايه ترتين ابغى مسح من سيرفس الى سيرفس متوجه لاست 22 بعد اذنك. والله ما ندري صراحه ما ندري بعدين كل حالات حديث اخر بلاغ قبل رضا كرر. انا قلت له التحدي اللي عند جنق يعتبر نقل يا مودات مع ان رايد عارف حلفاء في امرك زمنيات حاليا الشخص بلغ اذا قلت له التحدي قدم حلقة سنابات بإذن الله. تايلاند سلامات تايلاند أبوي وين وين خلصت المدن شو ها 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 لاست 22 الحين حاليا أمامي سولتم متجه ساندي شور شخصين تنفر هوجه لك 23 كثري بعد إذنك هل حاب تتوجه؟ انفور متجه ايضا هل تسمح لي بطلق النار؟ كنتو كفر
اما تبدا تطلع النار على طول. في ماجي كلاس اربع ابواب باللون الاسود لين امام المستشفى سبب لك اشاره. تمرار صدمه احترافيه. شوف انا 27 مليار بلس ان 3 قلت لهم ربطني سبب يا ربي والله ما شاء الله. انا سبي شيء مرسم لا تلسن وان الشخص تم السيخافة انظر قلت لي حالة المركبة اللي طردونها 22 حاليا عندي جلسه لسندي شهور. هل انت متأكد انه هو اللي طلق النار؟ تيم فور بالموقع كان متأكد انه هو اللي طلق النار؟ رضا لا اعتقد ولكن كان موجود نفس الموقع شخص حاليا دخل سندشور. تنفور في حال باشر الهروب راح نباشر مع اطلاق النار كذلك بلغ ان راح نباشر اطلاق النار بلغ الان المكبر المكبر جديد قد تثر الشخص. والله ما في اساكر واجد صوت جناح ايضا بقى ابيض شخصين يوجد بهم. يا ولد وش ذا السواقة اللي عندك المباخ ثلاث ارقام اللوحة انتو حالة خربان حاليا في رادار من الضيقة شوحة. ها هربوا ها ها والله انك فاهي والله انهم هربوا بس من صدمات. حاليا عندي سلطان انت صدمت صدمة مو احترافية اخترافية. راجع لك الان راجعي الى السجن تقريبا تنفور استقبالهم. كم عدد الأشخاص بالمركبة يا رضا؟ شخصين. ظهر. ربيت صدمة احترافية. والله انطيت هذا الطال. يا ولد. كنفر لكن تطلق النار على الكفرات. يلا حشوحة الكفر. يلا بسم الله. اصبر 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 لك الليد لك الليد شوحة الكفر يا عمري يا كفر شوحة انزل انزل شوحة انزل اركب 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 العم الضيقة اركب يلا 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 بتكون شي ثري يا مارتميات كذلك مع واحدة مارقة ويلي الشوحة يا بعض ضغطه توجه حاليا الشخص يطلب دعم 23 وحدات اكبر موقعك حاليا يا تثري حاليا متجهين الى لوسانتس فريوي يلا تم تم باي اتجاه تنتو الان غير اتجاهها شفني بالجي بي اس كوبري سندي شور لا تطلع يسار تطلع يمين انفار سلم الليد انفار كليد الكفر اطلق كفر ايوه شوحه كفرات كذلك الشخص ما عاد يعني مركز زمنيات راح يتوجه له الان انفار متوجه لك حاليا مع مرافق اوفيسر داون صار داون تنفار باتجاهك ها عموم الوحدات شغلت تتوجه تنفار شريف شوف شوفار شخص صدم فدي وصدمت بالغلط ايمي يدعي كل ما اطلق طلقه يدعي تنفار حاليا امامكم تنفار حاليا في الموقع تمسك الشخص تنفار في الموقع حاليا ليه تمسك الشخص والله اني اطلقت عليه والله مستخدم الشخص هل بقى اي شخص ثاني تنتو انفار راح ينقل تيفري انفار انفار شخص انا مجمي راح يكون عندي احتمال التدخل خارجي تنفار من اي مركبة لا اعلم ولكن سحب من موقع
عادة ها كالعادة اسقاط. رضا المجرمين عندك راح اخذ انقرة ساكر. اسقطت واحد انا والله انه الثاني انا هذا شوف هذا انا قل لهم بالراديو علمهم يلا رح 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 ابي نقطتين. فهد ركب الشخص مع رضا. هذا شوف هذا شلون هذا اخذني تيجي مصادرة المركبات تنفر ساندي شور اور في البوكس اور هذا برو شو برو ساندي شور ساندي 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 فهد صاد المركبات واركب مع اخر وحده توجهت الموقع. انت حاليا راح اخذ مركبه تي 3 راح توجه لكم. تنظر صادر جميع المركبات المهمله ربط هزامك كرر يا فهد تتوجه تنظر علمهم اني ذبحت واحد اسقطت واحد قل لهم رجال رجال بكلم تي 3 يعطيك نقطة عليها اي تقول لنا بالراديو مالك مالك يعقب والله ما يشفى انا ذبحتك شم شم يا ابو ريحة وش فيك؟ وش صار؟ ليه ما تطلع توريس؟ ما ادري بيطلع ان شاء الله. صادق لازم نروح الرتب اقول له. كم فهد رايك في مركز العمليات عندك راح اخذ حالة فايف اضطرارية؟ استلمت يا يونت 21 انفر بند بند عمر ذا عمر هذا وضع له ريح بند على طول العيد اللي سالفته خرا ويعيده كل شوي بند سجن الطفل ذا ايضا من 75 مركز انا تكي 70 سلامة نعيم الله ينعم عليك مركز امينات ارسل بلاغ الشوحكي مرر سي 7 سيرفيس توجيهك عملياتك اخر بلاغات اهمها ياك الله تو ذلك تم اسقاط الاشخاص شخصين ساندي شورت انهور رضا شو حتوجه بالخارج وينك انا بالخارج وين هذا الخارج ولا حبيبي الله يحبك يا بعد قلبي منفس تاو منفس هيلا نفس هيلا قلبي ما منفس بس فيني نوم والله فيني نوم شي سبب موقع سلام تكون دوري حرة وسطلوس النور الجهة الثانية ايوه هذا اللي انا احتاجه يونت 75 راح يكون موقع سلامك شمال كذلك نيابة العمليات راح تكون عندك 102 راح يكون موقع سلامك الجنوب دوري مشترك انا و 102 تنتو لا يجوز احداث شهرة تيس والله انك احسن سليم الله يسعدك يا ريتاج يا اخي شكرا الله يرضى عليك حركه ويبارك فيك حبيبي 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 ايش بامك دق علي ابو دق علي ابو سوحان وش يقول قول رضا ضغطه في عسكري
وبروح للقسم وبهدد العساكر انهم يداومون سواليف. والله سواليف. وش اللي صح؟ طيب ليه ما يصرح كذا يعني؟ ما هم ما حد بيسجل دخوله عشانك. في رقم الجالي مين ذا اللي دق؟ العدل الخدمتي 16. انفار يعدك العمليات كانت تعمل مع حالتين كانوا بلاس ونجو اسم شرشو. تنفار تعمل مهم قسم ساندي. تنفار عذرا بساندي ليه بشغل كودة 3؟ احتياط فقط تدري. لا لا تشغل ما يحتاج ما عندك حالة شوالك بش. وش هذا وش صار وش يعني؟ يقول لك شغل شفاكي. اسمع اطلق على الكفر طج الراس ازعج امنا. عليكم السلام والرحمة. انا اللي دقدق علي هذا منه ودي اعرف مين ذا ايش الغوطة اذا تكرم السيفين هذا مين قول لي يا شوحة اعمل ايه. ثواني في واحد يدق نشوف من هو. تيتري حالة فايف لمدة نص دقيقة. ليه وش فيه وش فيه؟ رضا ممكن مستجد دعوات الوالدين انا اخوك. يلا وشو ليه ما في ما في ما في ما في مجرمين يا ساتر. اسمع عليكم السلام حسومينج حسامينج وش بتسوي؟ نزل الوقت. تبي نروح شقه؟ لا ما ينفع يا ولد. هذا دقدق هذا اصبر انه ما في عسكر فاهم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حالك يا غالي. السلام عليكم. الحمد لله. من انت؟ انت عسكري شوها؟ اي نعم. داني علم انك انسان تحب الفلوس صحيح؟ اي نعم. طيب قابلني في موقف الاف بي اي. يلا الان جاي. معك فلوس؟ الله يلعن تكلمت بالرادو. ليه التكفيله السريعه ذي؟ ليش قهرني؟ تجي دخول سي 6 وجاتك فرقه سمعت كذا احتاج وحده نقل. تفر موقعك. روح مواقف اف بي اي الاي بي دي بي اي دي انفور يونت 75 متورق. اسمع دوجه تفر توجه انفور كذلك بلغ شاحي ينتبه للراديو. تنفر شخص معاي. تنفر شيت روح موقف هنا. هذا هو؟ ايه ليه هو داق عليك؟ الله يا الدنيا فرد راكبين فرد. انا ماركو. هي هذا دقيقة وقف هذا مكان وشو؟ اف بي هاي. ايوه خلنا ننزل اصبر لانه في هنا عندي شغل. ثواني بس. وينه؟ لا شوف مو بالحين تعال. جتني مكالمة يقول خليك هنا. مو هذه. من اللي دق عليك؟ دق علي واحد يقول لي تعال هنا بعطيك فلوس. هنا؟ انزل من هنا. ايه انزل. هلا والله. انت العسكري شوحة؟ اي نعم. انت اللي اسمك ابو سبحان توزع فلوس؟
صحيح انا ماني ابو سبحان، انا مدير اعماله. ارفع صوتك اول شيء. بتعطيني فلوس ولا وشو؟ وش يعني ما في شيء ببلاش زي ما انت عارف، ما في شيء ببلاش اكيد. اول شيء انت لحالك ولا معك احد؟ معي احد. صوت جوالك يدق، رد على الاتصال. ادراك اخوياي ترى، انا اشوف ركز معي، انا صريح معاك. انا اقدر اكذب عليك يعني، بس اني صريح معاك، اقول لك انك فعلا تعطي فلوس. صحيح انا اعطي فلوس. استعلم ما بشيء ببلاش. اكيد طيب اخوياك ليه ما يجون؟ قلت لهم عندي شغله هنا، ما بي انا ما بيهم، ما تبيني اعلمهم كلهم. اثنين. مين هم؟ واحد اسمه شو اسمه؟ ماركو، واحد اسمه رضا تكر. رضا تكر هذا تبي نفسك سروال عادي. و42 ريال مرة، اعطي 42 ريال اطلب نفسك سروال والوح فيه. طيب الوح فيه. الحين لو اقول لك كلام انا، وش يضمنني انك ما راح تطلع الكلام هذا وبيكونش ابغى شغلك يكون زي شغل خويك رضا تكر؟ حبيبي شوف شوف الشارع الشنب حقي قاعد يدعي يقول ابي فلوس، يا الله ابي فلوس، فهمت؟ يعني انت اللي افهم انك تحتاج فلوس باللي هيبه. يا سلام، واضح علي مره اني فقير وادور ريال باللي هيبه. تنظر توجه يعني تبي ذبح. افتح جوالك، افتح جوالك الان تفضل. 37 كم حسابك في البنك باللون الاحمر؟ بالبنك بالضبط يا طويل العمر والسلامه 27 ريال. ابغى بالضبط، خليك صادق معي. جزرين لاس سفن بالضبط. اصبر. كذلك المركبه رام رام احمر. خليك صادق معي. والله تقول والله اشوف عادي احسب تفاضح توزيع ميداني. يا انت حولت لي شيء. قول الان توزيع ميداني بالضبط عندك. 270,000. ممتاز، تحولت لي قبل شوي. اسمعك بكل وضوح مرير، كم حولت لي؟ انا قلت ماركو. بيض الله. 270 هذه؟ ايه. أبعطيك أربع أضعافها. لا تكذب علي، لا تفرحني، تكذب ما أكذب عليك. والله ما أكذب عليك. وش تبي؟ لكن ما هو بشيء ببلاش. طيب وش تبي بس قل لي؟ وش يضمني إن الكلام اللي بقوله لك ما راح تقوله لأحد الآن غيري؟ مستحيل أقوله لأحد، واضح. وش يضمني إن أخوياك اللي جالسين برا هذول ما بتروح تركب معاهم وتقول لهم الكلام؟ أقول لك شيء، واحد منهم اسمه رضا تكر. أوكي. يا رجال، يا رجال ضايع ذا، هذا ما يدري يعني. أول شيء أنا اسمي رامي. اسمك وشو؟ اسمي رامي. ممتاز. اي واحد يسألك اسمك معاك رامي، هذا رقم واحد. ممتاز. رقم اثنين، انا عندي خطه بسويها، لكن احتاج اضمنك. وش الخطه؟ طيب ابغى اسرق البنك الذهبي. ايوه. وابغى اهرب عليه على سيك. ممتاز، يعني انا الحق لاحق بمسك. احتاج منك شيء. انك تعطيني ابديت كامل كل وضوح مرر بالحالة. مرحبا، تفضل. هلا عبد العزيز، تفضل. داري بقيت انت لحالك؟ ممتاز، يعني الان هو الحالة صحيح؟ ممتاز. كيف اشوف السيارة؟ ها؟ اركب. طيب كمل السالفة، كمل لي السالفة. طيب بعدين السيارة اكمل لك اياها. شو حمتى اخر مره تفسخ سروالك؟ والله الان طال عمرك، بس بفلوس افسخ لك سروالي واركض، اركض رايح جاي رايح جاي، وادخل من الحفريه وبعدين اطلع وجهي اقول بعدين انزل تاب بعدين اطلع وجهي ثاني مره اقول كل هذه 233 ريال. اعطني اياها وابشر، خذ سروالي. تبي الحزام بعد ولا ما تبي؟ شوف الخطه اللي بقول لك اياها الان بسيطه. بالذهبي اذا انسرق اليوم وجاك الاشعار انا بكون معاك على تواصل. ممتاز. ما ابغى اي ابن امه يدري، حتى رضا تكر ما يدري، حتى لو جاء قال لك انا ادري ما يدري. انت ما تدري، انت الان قاعد تشتغل على بزنس. حلو. انت ما قاعد تأذي احد، ما في مواطنين قاعدين تأذيهم ولا قاعد تأذي الشرطه. كل اللي بتقول لي اياه فقط معلومات بسيطه، اللي هي كم شخص بيلحقني، مين هم الاشخاص. حلو. وش خطتهم علي، وش يعرفون. فهمت علي؟ تم. غيره
غيره اني بعطيك مبلغ اذا شفتك في الحاله مقدم، المبلغ المؤخر بعد الحاله. وكم المبلغ المقدم؟ 250 الف دبل اللي عندك. ممتاز جدا، تم. فهمت علي؟ تم. الموضوع جدا بسيط، انت اكسب انا اكسب، كل واحد فينا يستفيد. اذا جوك عساكر حاولوا يرشونك بمبلغ اكثر ابي منك تعطيني اسمهم بس. حلو، اذا جوني عساكر يعطوني مبلغ اكثر. ممتاز. طيب سؤال، من وين لك رهائن ومن اللي معك بيسرق؟ شكلك تبغى فلوس اكثر صح؟ برفع لك المبلغ. ايوه الى 500 الف وصل انا الرهينه. لا يا. ابيك انت كشرطي اجيب رهائن، ركب لي ناس ولا تسلمني اياهم، نزلهم بمكان انا اعطيك موقع، قول لهم خلصوا صرف وخذوا لكم موقع. طيب اذا انا بعدها اتصرف. يعني وش اسوي، وش اسوي فيهم انا؟ لانه مشكله اذا انا اذا كفطوني هم راح يعلمون. لا اذا لا لا ركز معي. انت مواطن، يا مواطن ليش تقطع الاشاره؟ يلا الحين بوديك السجن. اذا قلت لي كلمه حلوه راح انزل، قول لي كلمه حلوه. الله يسعدك حضره الشرطي، يلا انزل هنا يا مواطن في المواقف هذه. فهمت؟ الله اكبر عليك. طيب اسمعني اسمعني، حدد لي اياها، حدد لي اياها. طيب المكان اللي راح تنزلهم فيه حدد هنا، اصبر احفظه عندك في الجي بي اس، حط عليه مارك في الجي بي اس. والله بعيد عندنا. طيب طيب اعطيك مكان احسن عشان تفهم وتحفظ بسرعه. ايوه ركز معي. هذا البنك المركزي تشوفه، اصبر هذا هو. هذا المركز شوفه. ايوه هذا هو يميني، علامه الذهب اللي في الخريطه. أيه؟ جنبها قلب، وراه بالضبط هنا في دعوس ريق. هذا الدعوس ابيك توقفهم هنا وتقول لهم لا هنا يمكن يخطفونك. لا ما راح يخطفونك ان شاء الله. خل معك كذا مرافق، جيب لي اثنين، احتاج منك اثنين. ايوه ايوه خليه مرافق معي. ممتاز. ايوه نزل يا بعد قلبي. هلا عيد، هلا بالزين، الله يسعد قلبك. شفتني جاي مقبل قدامك، انصرف على طول من الموقع. دقيقة دقيقة دقيقة، اسمع اسمعني ركز معي زين. في تهديد طالع لي، ثواني. انا ودي اشيل، اصبر بحتاج اخذ غفوة دقيقة. تقدر تتكلم مع البودي جارد؟ حضرت البودي جارد تتكلم معه. السلام عليكم. لا لا اسمع اسمع، مين انت؟ انا بروح غفوة دقيقة. انت قاعد تتغمض ولا ايش؟ وش ذا، وش الحركه ذي؟ هذا رقم سبعة. والله الرقم السبعة اللي في شنبك. انزل سم. وش فيك انت مستسلم هالدرجة؟ ما حد قالك ارفع يدك. نزل يدك، احنا هنا اصحابك مو بعدائك. طيب ارفع يدك فوق. امزح، لا تخاف امزحات، وش دعوة؟ شو اسمك انت؟ طيب خلاص ارفع يدك. لا امزح معك. شو اسمك انت؟ رجال شي ما يخصك. ليش؟ ما يخصك. طيب انت معنا بالخطة ولا مو معنا؟ انا من اليوم معكم. والله من اليوم قاعد اسمع الخطه. ممتاز ممتاز الخطة. جدا. لازم تقول لي بس ابيك ابيك الان تفتح الجي بي اس. ممتاز. ايوه لاني انا ودي اعرف المكان، ترى ما عرفت مكان اللي قال لي بالضبط. بنحدد مكان بس ابيك ابيك تفتح الجي بي اس الان. ايوه تشوف في عسكري حولنا، في عساكر حولنا الان. لا ما في عساكر حولنا. طيب ابيك تخش الموجه. ايوه خش الموجه اذا انت مو فيها. اي شيء كذا يسالون عنك ابيك ترد وتقول انا سليم وكل شيء حلو. يلا. ما بيهم يشكون انك انت معنا مره. ممتاز لك، ويعني مصلحتك ومصلحتنا يعني في النهايه. ممتاز. انا مصلحتي الفلوس الفلوس. غير النفوس. كنا في أحد يدق عليك، كنا سمعت صوت دقة. إيه نعم، يدق علي واحد عسكري هطف، عرفت؟ إيه لا ترد على أحد. ما أبغى. لا ترد على أحد.
حياك الله. يلا اركب. اسمع، في رضا تكر يدقدق علي من اليوم، ارد عليه ولا لا؟ رد عليه. بيسال كثير بعدين انت تناقش معاه. بقول انا بقول انا مشغول. ها تنفر رد عليه، قول انا مشغول شوي وياك. ماركه بعد اذنك راح تكون مسؤوليه الهاله عندك، كذلك التوزيع معلوم. توجه وجه اثنين. ولد. انا رضا. ايش عندك انت؟ عندي شغل بس شويات كذا وبجيك. زين مع مين طيب؟ شغله مع واحد واحد مثلا. بشكل سريع. كذاب يا كذاب. الا الا شغله. وش دقيت على ابو شوحان؟ يقول لي ايوه شوحه معاي. ابو سويحان يقول شوحه معاي؟ ايوه. لا ماني مع، انا مع واحد اسمه محمد ناصر الاحمري. محمد بن قحطاني؟ لا مو محمد بن قحطاني. ها يعني الاحمري. شوي وبكلمك انا. زين زين. اسمه العلم مني. السالفه فيها فلوس أكيد ولا ما فيها؟ فيها من الاخير. اسال رضا عن واحد اسمه ابو سويحان، هذا مدير. اي قال ابو سويحان. انت مع ابو سويحان كلمته؟ يقول معي شوحه. هذا مدير ابو سويحان مشغول دائما. مديرك. ايوه. فاحنا الان ايش نبغى نسوي؟ نبغى ننتظر العساكر لين ما يداومون. انا ابغى نجيب لكم هذه المنطقه طالع لهم بالجديد. نبغى العساكر يداومون، عرفت؟ ايه عشان نقدر. طيب اسمع 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 يا رامي. راح في 9 عساكر. قسم راح قسم ساندي، خلي يسجل خروج عشان اخذ راحتنا. لا يسجل خروج. خلاص انا اشوف ان الان نزل عند رضا ونبدا احنا نحاول نسوي مشاكل عشان العساكر يزيدون، فهمت؟ لا تنزل هنا. ما عليك، ما حد يلاحظ. انزل بسرعه. يلا انزل بسرعه. ممتاز. فلوس يا اخوان، فلوس المال. دندش يا عيال. ابي توريس، نشوف لنا رتبه. ما في رتبه، ما في ولا واحد يقدر يعطيني فلوس، صح؟ مو فلوس، قصدي نقاط. ماني بخاين انا شباب، انا بس يعني احب الفلوس شوي. فلوس امور طيبه، ما في فلوس امور مو طيبه. وشو سي فور يقدرون؟ خاين بردوت. تثري لسن سفن. السلام عليكم. تفضل كذا قناتي جمعك. هذا راح خلاني لازم الحق سيارة. شوف سيارتي كيف تركض وانا كني ابو عائله معي جمس يلعن ام القهر. حرام يزبن يروح يتغدى ويخلص يلعب بلوت وانا الحين توني اجي. شوف ما ادري وين راح. والله ما ادري وين راح ام القهر. حبيبي اي صلاة الساعه 10:30 بالليل؟ وش الصلاة هذه؟ انت ساكن بكنيسه ولا الابيض؟ انت مسلم؟ ما لي علم، لا اخذت ارقام لها. احنا بالسعوديه، بالسعوديه ما عندنا صلاه الوقت هذا. شخص دخل مكان مغلق. سكر عليه. انفور. هذا سوبر فايزر بكارفور، تشوفون كذا. فلتو انفورت وجه يا شوحه.
تنفور قلع قلع وينهم وينهم هنا الليل ذولك شو يلقمون انا لازم افزع لهم راح نسحب من الحال راح توجه لكم تنفور توجه لي بقصة سرعة حاليا شخص فوق المباني فوق المباني 302 توجه بشكل سريع ويلي لو لو, لو 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 يقولون سنايبر شخص لابس اسود تيشيرت اللون اسود شخص لابس اسود هذا اللي قبل شوي اللي قبل شوي اللي قبل شوي مع رامي زين لو اذبح داون اسقطت اسقطت تنفور تم اسقط الجميع تنفور شخصين شوف هذا الجمس يخلصون فايت يتدابعون الى ان والديهم انا والدوني توني اجي السلام عليكم اقعد انقل جثث بس قلت 102 راح شامل مع الحالات 22 كذلك 27 وش يعني شوفون قاعد اشيل جثث انا الله يلعن ام القهر قسم بالله اني سياره موتى سياره موتى مو سياره شرطه اجي انقلها على الموتى ذول لازم لازم تورس لازم تورس سياره مستر بن اي شيء مرحبا الو قاعد تتنفس انت بس كذلك بداخل المركبة 12 مشط تم مصدرتها 12 مشط امشط شعرك قلت انفار خير عزيمة هي دق تدق مرحبا شو هوينك انا الان عند بقالة اي بقالة شمال شمال خليك عندها يلا انت بالشمال عند البقالة بالضبط ثواني ثواني خل نشوف ويني انا ويني غرب انا غرب شمال ولا شرق غرب جاي خليك عندها يلا. السلام عليكم ليه لابس السروال الاخضر هاي ام ريحه وانت مسوي مكري خذ يلا دش ذا ما يفكر لتي يعني الحين قد افترنون ضايق تقهر قسم بالله قلت شيء كذا جدول على المدنيين ضبط ايمي يضبط ايمي هنا مع المدنيين من بيت صح صح هذا طول صح وينه اوه هذا معرق تعال 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 تصرف 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 ها ليش ايش بنا ذا امزح معك من الهلال قم امزح امزح اي هذا على طول ايش فيه داخل يا ابني انت في بقالة يا ابني الله يرضى لي عليك ايش اسمه دقيقة. اي بقالة دقيقة انا اي بقالة عيال انا ويني هاي يقولنا في الغرب هو شمال غرب شمال غرب شمال غرب إيه؟ انا عند شمال غرب دقيقة شمال غرب يا ابني
ايش جنبك؟ ايش جنبك اشياء؟ اشرح لي وصف لي، ترى ما اسمعك. يلا دقيقة. وش جنبي يا عيال؟ قول عند البيت. عند البيت انا. عند البيت حقك؟ عند البيت حقي يقول. شقة. عند ال تكفى ها؟ جريت اوشن عند البحر. عند الشاطئ. جريت اوشن قريب منها؟ اوكي 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 تمام. جنبك شقة شيء؟ عند الشاطئ، عند الشاطئ انا. انت جنبك شقة، جنبك شيء؟ دقيقة. روح للبقالة، روح للبقالة، روح للبقالة وقف عندها. يلا. سريع. بس. مرحبا. سيارتي طيب خلنا نلبق. لا اركب 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 اركب. ما في وقت كذا بنص الشارع السيارة؟ اركب اركب اركب. اسمعني. الآن بعطيك 100,000. بسوي حركة هاي ضرورية. أبغى العساكر يتجمعون. سوي. اربط حزامك. ربطت. طيب اللي بالموجة تسمعوني الآن. بالله أبغى أسماءكم بس على السريع. أعرف بعضكم بس أصواتكم ما أذكرها. منصوري مطفي اوكي ثلاثة الحين صح؟ منصوري مطفي. طيب حددت موقع. تجيب لي الشخص الثاني. ايه انا ابغاكم تكونوا بموقع قريب منه، وانا الان فلوس ومعي واحد من العساكر. عليك السلام. فلوس في نص فلوس، بس انا ابغى موقع انتم تسبقونا فيه، لان احنا ما نبغى نمسك عشان اغراض ذهبي، عرفتوا؟ هلا داحي، هلا بالزين. حط الرد مركز فوق البيوت. هلا بالوزير، ارسل لي الاسماء بالوات. بس وين تصور معاهم يا جماعه؟ ما في مدخل هناك. الاسماء اللي هي منصوري. طيب اجيك حركه ثانيه. تعال حركه. اي مشوحه اللي بنسوي كلات. ها اعطيك 100,000. ايه وابيك تبلغ بالراديو على انك مخطوف وانا ماخذك رهين. على اني ابلغ بالراديو يقول انا اقول لهم انا لا مخطوف؟ لا 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 خطف وقتل تطلب. فهمت؟ ليش؟ قولي ليش؟ ليش؟ الان احنا مسويين كمين للعساكر. حلو. الكمين هذا بيصدمهم، بيسقطون في ناس كثار مره. بيضطرون يدخلون العساكر كلهم يبشرون الحالات، وبيرتفع عدد العساكر بما يسمح لنا بفعل خطتنا. ممتاز. يعني احنا ما نبغى نذبحك، احنا نبي العساكر. زعف هي زعف، مو بزعف. بتعطيني 100,000 تذبحني قهر؟ لا 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 اقول لك. احنا بالحاره وينكم؟ احنا معنا عسكري في الموتر الان. الفلوس هذا صدقني والله اللي ماشي معاه الفلوس هذه يلعن ام القهر. سياره الجمس سياره موتر تجي هاله اجيب الجمس. لا 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 اشيل جثث. تنتهي الحالات، يطالبون الناس خلصون وانا توني بالجمس. جمس عائله قهر. راعي الرام من هو؟ ما قصرت. ترس. طيب انا اعرف ترس. انزل لي معي هل ما في؟ طيب تفضل المسبح طقم ذا الخرا. مكشوف يا جماعه دول حراميه يا القهر. امسكهم دول تنتهوا افراد مره. اللي كان يصير فيه سنايبر ولا شيء كذلك. توزيع الميدان ومسؤوليه الحاله عندك بالكامل. ما عليك يمه. انزل يلا يا غالي انزل. لا تخوفوني، ترفعون علي سلاح. لا تخوفوني. طيب لا تخوفوني، ترفعون علي سلاح. اسكت رامي. ايش فيك؟ قربت علي تقول لي اسكت. اسكت اسكت زي ما قلت لك اسكت. خلاص ما اعرفك تعرفني. طيب ابغى مكان الان. خلني فك مني هذا عشان اكلمهم بالراديو يقول انني خطفت. اصبر 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 مو بالان. نبغى مكان، نبغى المكان الان. انتوا لازم تطلعون فوق البيوت كلها، توزعوا انت راها بتقب بتقب. ما راح نروح الكروس فوق البيوت. طيب رامي بس بقول لك كلام، بقول لك كلام ممكن ما تعرفه انت. هاي عسكري انت. لا 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 شوف 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 هذا ما يسوي لي شوبينج. المسبح ذا الجاكوزي البارد ما يسوي لي شوبينج. اسمع مني ركز معي زين. اذا نجحت خطتكم تعطيني الفلوس صح؟ بعطيك اياها قبل. ممتاز. طيب اذا مسكوكم حبيبي تدري ايش بسوي؟ مستحيل يمسكونك. انا اللي بجيب لكم بلوت تلعبون بالسجن. هل مزعم عندك بس 7؟ ممتاز يلا. تنفر روح على حب سلمى ولا طيب تقدر تحول لي اول. اذا قبل الفايت انا ما اقدر اسوي شيء هنا يا جماعه. زين اسمع اسمع اسمع. تدري وين؟ الحقوني الحقوني. هو اعطاني 100 صح؟ يب اعطاني 100,000 يا عيال. ابو سوسو ابو سوسو هات رقمك. ترى رقمك. اربط حزامك.
بط حزامك ها بط حزامك تم ابعد حواجبك في انت حواجبك كثيره ابعد عني لا يا غبي يا رجل عندي راس طيب اسمعوني انا عندي موقع عندي موقع تنفر بكم تلعقوني الان يعطيني 250 والله لا طلع منه هيك شيء انا ما عندي انا اروح الغرفه اروح الغرفه طلع مني انا راضي الراديو شو جنبي في السياره انا عند لاين قدام محل السمك ايش مينك مينك راعي الرامي مينك بقول له حول اول بيقول بارد وجه انت وما يعطيك أبشوف ردة فعل عساكر وأنا صايح أقول يا الله يا الله مشكلة ما في عساكر يا ساتر سبعة سبعة ألو تخيط تعرفون بيت الخياط يلعبون كود دولة ولا إيش فيهم كذا قليل يعني ستة من دوني أنا لا تحسبوني خلاص بروح بيت الخياط أنا مو عسكي أنا عا بس تمركزون وزبروا موتكم وأنا عسكي كامل مرة ما أعرف أنا بناي بس طلع عساكر كلهم قسم بالله وين مسكه وين من حددي على بيت خياط قدام رصيد بعد الجسر الحق الرام ما حد بيجيني ما قلت شيء ببلغ ايش ايه هذا اللي بسويه بس ابغاكم تركزون بس والله اني خايف شوي ابدا الان ركزوا معاي والله في كثير انا 94 موجود رجعوا ما بيدرون عنكم مره انتوا كلكم تدخل خارجي ولا حد يكتب الموقع لو بيمشطون روحوا بعيد او تعالوا من زمان بنبدا الان ببدا الان يا جماعه ببدا اطلب خط فوق قتل لا 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 اصبر ليه ليه اسمعوني الكل يبعد عن الموقع يسحبون علي دولة ويسحبون علي عساكر وين ودي وجهي تعالوا الكل يتمركز طلع سلاح اذبح اي واحد بوجهي اللي يجي من تحت اللي يجي من فوق راجل دخلت كلام باور لا والله جالس عنده في المقر لابس هذه عرفتوا انا راح ابقى في الداخل قاعد المح المح عشان يدخلون من رمضان انا داخل الله يرضى عليك صرت متذكر كذلك تي 16 خرج هلا 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 وش فيه اطلب خط فوق الان وش يقول اطلب خط فوق العضله الاف 1 يلا مديت لك الجهاز قاعد امد لك يلا ها يلا اطلب هذا التليفون دقيق بس انا اتوقع اني انا ما اسمعها بس ايش اصبر ارجع راح بيت ما يمديه كلبش فك خلاص لازم تثقون فيني يا رامي لازم تثقون فيني اطلب زلموشن حبيبي لا تبين لهم انك احنا متعاونين معانا مستحيل الان ابيك تطلب يلا اطلب يلا خلنا ادخل الراديو عشان اسمع ايش يقولون لا ادخل الراديو يلا ادخل أيوه. ادخل لا تتكلم في الراديو لا مستحيل ما عليك حبيبي انا كل هذا عشان فلوس بخشمريان حاولوا هولد الراديو يا جماعه شوي بس اضغط تليفون يلا فوقت يلا اطلب بسرعه طلبت يا ويلي كلموا بالراديو اركب بنفر فيهم البدايه ما بنوضح لهم اركب حالتك يا يونت 101 يصرف معي يقول شحنتك يا يونت 101 طيب بنضغط لك الراديو انا الراديو يقول انخطفت وقتل يلا الان طابت لك الراديو طابت الراديو انخطفت بروتوكولات يقول لي بروتوكولات انا وشو يا اخي حمار فور جي كلاس اللون اسود وش البروتوكولات يا عيال وش البروتوكولات يا عيال خفت خوف يا عيال من خوف عيال حتى وانا منخطف يبي يثبت لي بيقول لي ليش تسوي كذا انا نزلت ارسل على الحاله السادة ان احنا نسحب من حاله 7 تنفور فقط حاله الخطف فقط حرر وحاله خطف فك حزامك ربطته تبقى حزامك ربطته اربط حزامي اضبط بلاغي يعني انا منخطف اقول من يونت 101 مركز العمليات هل تسمعوني؟ عشان بس هل تسمعوني؟ انا منخطف مش سيد بقول كذا انا منخطف بقول لهم انا منخطف كثير يلعقوني دولا يبعد على الموقع مره قهرني ذا العسكر قهرني شخص يستخرج كابرس نحتاج كابرس ما عندي كابرس كذلك استخرج هيليكوبتر الان
تفر عندي الخبره تقولون بالراديو اقول شيء تدري يقولون يقولون برمائي سفينه باخره طياره حربيه هليكوبتر جيوب كابرس كل شيء بيجون بيلحقونكم كل شيء قسم بالله كل شيء كل شيء كل شيء ايش قالوا ايش قالوا قالوا هيلي وقالوا كابرس وقالوا ما ادري وشو تنفر متجلك حاليا سخر دور والله اذبح تسمع لما تجرب تدخل عام مقاتل صحيح اخر تنفر تنفر كذلك تفرق ولا تصير هذا الاسكر شكل مثل يخاف سمع ولا قال شيء انت خلاص الحين تعاملنا كنا خاطفين الحاله اكيد 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 انا خايف خلاص هذا اعطينا وضعيه الخوي ايوه انا اقول لك شيء انا قاعد الحين قاعد اشخ انا خوف خلاص الان ما احنا اخويا ارفع الاولويه ممتاز ممتاز حاليا الاولويه عشان هذا معناته الامور طيبه تفضل ما عليك ازهل ما كانت فيه اعرف الان متجهين شمال الى الان بالشمال حنا نفسي بالله يا اللي يعرفون شباب رجال. لو انا انخطفت وقال لي بركولات ذي وشلون يعني شو اقول طيب تكفون بالله علموني ايه عندي ارفعوا الاولويه ومجتمعين يعني انا منخطف شلون بقول لهم كذا اتكلم اقول من يونت 102 صدقين انتم عفوا خياط خياط تنتو تحركوا من الموقع الان غير اتجاه الشرق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فور خلك فوق بالضبط إذا تقدر تهبط فوق أهبط. يقولون براديو. يقولون. هذا الحالة تتبع ليش تطارده؟ يبين هلي الآن فوق ما راح نطلع أحد يشوفهم بطحوا. ويقولون لطردونهم تتبعوهم بس. قاعدين يتبعون أكيد من الخريطة صح؟ أيوة يتبعون. حاليا يجي كلاش أحد قلعة عامة. تم جو يرتفع أكثر. إيه مود. احنا الحين رايحين بيت الخياط بننزل كل يبدا الموقع تبهوا بيشوفونكم لو شافوكم تخربت الخطه حرفيا علي نجي كلاس بالشرق اقرا كلام البريكي وشو ايش قال البريكي وشو وشو يصيرون بيت الخياطين حيعطوا لي منطقه بشكل كامل ايش قال توزع فوق توزع فوق حاليا المنطقه كلير دخلنا الخياطه تنفور اهبط مكان مرتفع تقدر تكتشف عليهم تعال اسمع كذلك العموم وبعشرة معك ساعه تقيل صحيح تنفور تنفور لك اذا استخدام انا ابدا اتفاوض محل خياط محل خياط تسرقني يا بارد من نوع الشارجر الحين خلصت الاماكن تطفوني طيب لمحل خياط ام سراويل نخيل تمجر احكم فوق المنطقة المحيوس المسافة لدخل عن 200 متر تشوف جميع الجهاز تحدث الحالة بشكل مستمر بالنسبة لك يا آلفي بتكون من الجهة اليسرى يعني يمين الجيكلاس تقريبا هتكون عندك المنطقة دي كاملة بالنسبة لك يا تي 3 بيرقمون انا اللي بعذبهم بالسجن انا اللي بجيب بالسجن وكفوف وفتش واسرق كل شيء منهم بالنسبة لي انا راح احاول اغطيك مجال الخلفية تنفر لا احد يكون عندي بيطلقون لا احد يكون عندي توزع فقط سلام كذلك راح نستخدم ضدهم الاسلحه الثقيله ابطلب على راسه 100,000 يطلب على راسه 100,000 وهو بيقول بانه بعطيك 250,000 الو طلع فقير ذا ولا ايش يسوق علي جهز عذر بيقول لك كيف تكلمت بالراديو وانت مخطوف هو ضغط لي الزر حق الراديو ضغط لي قال لي سولف زي الاو راح اطلع اتفاوض معك انا راح اتاكد فقط ان الرهينة حياتها طيبه لان كان قبل شوي سكتها ورني يدك اليمنى هذا يدي اليمنى شوف ممتاز 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 ابو قحط خليك معاها انا غفوه بس مده 30 ثانيه يا بس ما ورثها ابو قحط وساطي اذا طفشت طفشت خلاص موضوع مره طفشت امسك ساطي السجن يلا يلا ايش قاعدين يقولون يقولون سلاح ثقيل بيصفق ام الكاب انتبهوا طيب اسمع 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 ابدا تفاوض ها؟ ابيكم
ركز على الهدف. خلنا بخرج. مجدوي راح اهبط. اسمع بيجيبون هيلي، بيجيبون هيلي اللي تشيل السيارات. فور كذلك احتاج وحده اسعافيه مكتميات. هيلي عندها حاله 233 اختطاف، توجه هيلي. ما ادري يقول هيلي حقيقيه. مبارك. نعم المركبه حاليا توجه فورد او مركبه فرويد. قلت له سلاح ثقيل، قام يتكلم يقول سلاح ثقيل، الجميع سلاح ثقيل. اي شو قمه عدا. يا عيال فيني نوم، فيني نوم، وحاجزين فيلم الساعة 1 بالليل، ومستحيل مستحيل مستحيل. ما ادري العسكري سألته وش يقولون في الرأي. يا اخي هولد اصبر، سألت العسكري. في اساس ثقيل الزبدة. اسمع اسمع، في كابرسين وفي جمسين وهلي اثنين. ها؟ وشو؟ ها؟ وش فيه؟ في هليين اثنين. واثنين كابرس واثنين جمس. تاهو ولا جمس؟ تاهو قصدي. سنايبرات. اخا خاطفين وزير، تراك عريف. حبيبي تحسبني انا هين؟ ترى ماني بهين. يا رجال كلب مال انت. صادق. بس اسمع، انت مديك ترى تزبن مع البحر، بتجدف بحواجبك يا ابو رياض. انت تري رمزية حق وجهت لأي وحدة سافية؟ لا 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 حواجبة بارد الوجه. راسك طويل في النقارب. كنت 21؟ اسمعني. يا دخلتي 11 جاتك عمليات. ما بعدها شيء. نعم ممتاز، وجدنا تكون حالات بتخيطين كذلك. تيئتين توجي راديو موسيقية من واحد عليه موقعنا الآن. عييت منه طلب مني اني خطفني، فهمت؟ ايوه وقل اقل هو اللي ضغط الزر، هو اللي ضغط الزر. خلاني يقول ايوه هو اربع سلع راسك، خلاني اتكلم. حط نفسك انك مالك كد ابدا. مطلق هل تقدر تحول اصوات او مالك اذن؟ كم فور صحيح حبيبي يوسف، تقدر تحول انت لحالك؟ تنتو لازم يتواجد وحدات. تنفر جمسين ما يدرون الا ما يدرون الا في اثنين تاهو بس. في اختطاف عسكري يسوق ضد احد العسكري. اطلب بي اس صورهم لين، ما في احد. زادوا زاد واحد ماتوا ما بطلق النار لاند. طلعت غالي على الداخلية. خالي قصدك، وين الغلا؟ لو في غلا كان الناس تجمعت هنا. عسكري موجود. ها؟ شو حكم عسكري موجود؟ هنا دقيقة. ما أقدر أشوف. هذا راديو تايتين. موجود 8. موقعنا كذاك راح. اسمعهم. كم من تحت الكبري في نفق؟ هذيك تكريه بشكل كامل. في تي 3 سلمان عبد الله. عندهم 8؟ عندهم 8؟ أيوه. ما وأنا معهم. 8، احنا كم عددنا؟ كيف 15؟ كان جوي تسمعني. هو هنا وهو تقريبا معهم، معنا رهينه يعني سبعه هم. فما نبي نطول مره، بحيث اول ما يجي اسمع المصرف تواجد عساكر بنبدا عاد. في 15، في 15 اصوات مشاركين برضو اتوقع. اصوات مشاركين بالحاله يا جماعه، علم راح اتاكد ثواني. المصرف خليهم يخافون شوي. مش تبي فلوس؟ خذ 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 خذ. شفتك تلعب. اسمع والله العظيم اسمع، لو تسقطون اسكت اسكت اسكت. الله يرحم والديك. اعطيتك وجه، اعطيتك وجه، اعطيتك وجه. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. فك له انت عشان يقدر ياخذ راحته ويفحصه ويتاكد. الله يرحم والديك، فكني من الحلال. فكني من الحلال. فك ما راح اسوي شيء، مالك لا تخاف. يا عسكري. هلا. يا رهينه كيف حالك؟ سم. الحمد لله. امورك طيبة. الحمد لله اموري طيبة الحمد لله. هل تحتاج اي مسكنات اي شيء؟ كان بيغمى لي بس اعطوني اكل اعطوني اكل. يلا. نزل سلاحك يا ابوي، نزل سلاحك. كمل هذا مسوي شيء. كمل يا سلاحك. كمل يا كمل. طيب هل اذوك؟ هل لا بس انه ما كان ياكل بس اعطوني اكل.
أذى نفسي أذى شيء. لا لا بس إنه رفع علي سلاح وجاني هبوط بالسكر. هبوط بالسكر. أيوة. في عندك عصير يا طويل العمر؟ بعطي عصير للأسف. أنا اللي راح أعطي عصير يا إخوان. راح أعطي عصير. أيوة بس طيب شفتوا هذا أنتم قدامكم. يا رب. يلا. احتاجوا تسعافية طيب يا لا 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 حاليا لا بس خلنا نمشي تكفون اعطوهم اللي يبغون وخلنا نمشي الله يرضى عليكم يلا يلا يا ربي يا مال الله يا ربي نصرف من عافية كيف عرف مثل يا بارد الوجه تدخولين تتوهدين توجهات كاميرات تعرف الله الله تعرف يسوف يا لدي كبر وقاتم روحية سنفور حلو حلو نجحت 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 روحية توجهنا كذلك في حالة تنتهي الآن رميت خياطين كم عسكري الحين؟ كذلك يحتاج تكون فوق المنطقة ما يقارب 200 متر ما تنزل عنها نهائيا شوف المنطقة المحيط الخلف والأمام والشرق والغرب تسعة انفور من غير السواد حبيبي الله يمتع طيب ايامك وش معكم دي قبل خربت اليوم بالسوات الله ما ندري وش السوات يا رجال ما راح يداهمون لو بيداهمون بيطيحون نسقطهم كلهم لو بيداهمون نسقطهم كلهم بلعن الصوت يا ابو ريحه بطعنك غبنا صوتك القهر قهرني الفك اسمعي بوضوح بصل السياره واجي انفار بيك تاخذ لي تاكسي على المنطقه شوف هل في مدخل او مخرج غير هذا المدخل امامنا تنفر شيكت من الجهه الخلفيه ما في باب من وراء ارحب يا رجال ابن عباد ابن عباد بارد وجه اين صيفي في بسروال انا حاطني هنا بتعلقني لا يوجد المخرج واحد يا سي 7 حاليا تنفر الآن طلبت ثلاث طلبات طلبت خروج آمن كذلك طلبت غير صحيح هذه تعتبر طلبات فيها أنك تبي تطلب طلب لابد تتوفر عندك رهينة ونقدر حنا على ذا الرهينة ننفذ الطلبات اللي أنت بيها فإن طلبت خروج آمن على الجيكاس هذا راح يتوفر لك لكن وفق شروط خلنا نسمح بالنسبة 30 دقيقة أنت ما عندك أي شيء يدفعنا أن حنا نمدد لك الوقت إلى 30 دقيقة بالنسبة للطلب الثالث اللي هو تزويد مركبتك بوقود أو وقود زايد هذا أيضا شيء لابد أن يتوفر عندك رهينة عشان نقدر إحنا نوفر لك السلطنة يلا ما عليه الفلوس المال والبنون مدري توقع مدري مين فواز أو بسام واحد منهم متفنش من اللي صايح؟ من 22 موزع ميدان موقع خالي من الخلف ايضا الله يوجد مدخل او مخرج من الخلف يا بارد الوجه نور يب هنا تهدي شنو عدى بعد حالة فايح تخيل انخطف انا عسكري هذا ما يدري جاي اخر الدنيا ولا تدري ايش صاير يا اخي انا المخطط اني انا اللي انخطف سلمت يا عمريات والله لو ينسجن لاجيها طلع فلوس وقعطني انا خوفي بعد هذا كله يموتون ولا يصير بهم شيء يصحون من الموت مجنين
الزرقاء اللي امامه. لا تحرك تكفى. هل اماكنكم كويسه او لا؟ اعطى هدي دقه. من محاولة قتل. حركوا 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 حركوا. يوسف 30 مين ذا؟ طيب ايه اللي يسده حرك الموقع بيجونك. تجالك حاليا. بيجونك مجموعة. جون بالموقع. مين فجل. جون ليك ليك ايش؟ الازرق. جنوب هد. قول انت 41 اتجاهك يا مركز العمليات. لا مفطور. حياك الله توجه جنوب راس. مين؟ انتوا مركز مليئة توجه عموم الوحدات لنا خلق وجهها الى اخر حالة 233 خطوة قتل حاليا يوجد هليكوبتر احتمالية من العسكر اصخر. طيب عيال ركزوا معي اذا ذبحوني اذا ذبحوني زين انسى كل شيء يروح ما ادري اني انا متفق معهم ولا ادري كل شيء يروح ولا وشو هلين الدعم الجولي موجود معنا في لان والله العظيم اني ما اعرف الرهينة ما ابغى اذبحها انا اللي عندي ببلغها الدعم الجولي وجهته معنا يكون هلو انت يا انت 41 اخر 10 دقائق انساها زين طيب قبل نص ساعه يوم يقول لي بعطيك فلوس ما انسى صح تدخل خارجي حاليا احتاج ل 23 فوق السطح 104 104 راح يجونك موقع ها يعني اقدر اجي تهود يا اخي ايوه من زمان ممتاز ممتاز يا اخواني الله يرضى عليك شكرا علي مركب الرام باللون الاسود اضغط النار عليه بشكل سريع توجهوا لي راح اسوي معك هولد يا سليمان هولدينج الف سلامن توجه لهم تنفر علينا الشخص على الجسر والله شكله بيذبحون عشان كذا لازم نتذكر نتعصر لما نتذكر نذبحون ايش يصير انا فوق المبنى حاليا وش نطلع فوق الجسر اللي فوق المحطة تنفر برا سلام جاء ثاني اطلع فوق الجسر الشخص الشخص هرب مباشرة راح يفشى التفاوض راح يفشى التفاوض العموم مسلح ثقيلة العموم مسلح ثقيلة دعم جوي لا يجينا تدخل خارج من الخلف تدخل خارج هو رام مركب باللون الاسود تنفر بقصص على جماعة الخير بالموقع بالموقع تنفر ابو عسير يركب مع الدعم الجوي مشط المنطقه بسلاح ثقيل الشخص اسوات يحسبون من العساكر اللي هنا داخل الحاويات داخل الحاويات ليه ما ليه ما يطلعوا العساكر يطلعوا علينا يطلعوا علينا ايوه اطلب قتل ايوه ايوه ثلاث اشخاص خل ما يمديني كلب شو في كلب صح يمين يمين مرسيدس حدين شخص خلفكم خلفكم لابسه ابيض شخص من خلف الخلف يا ابو تر شخص اخر صار شخص عندي حدين كثر 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 كثير كذا خلف خلف المبنى خلف المبنى شخص لابس ابيض صار انا فوق السطح حاليا عندي رؤيه عليه تنفور يا رب هذا كبر يا جماعه عليه دهمون اشخاص من امام شخص خلف المبنى حاليا لابس ابيض تنفور 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 لي رؤيه عليه ما في تفنيش يا ابوي فورتنايت شخص بالخلف ببر الثاني شات شغرب متواجد في الميدان تتوجه لي الان بيكون بيكون ايوه دراكولا الحين انا مت زين مثلا طيب كيف اتذكر اخر 10 دقائق انساها بس طيب قبل 10 دقائق اتذكرها يعني اقدر اجيب اقول ليش تكتبون علي انتم قلتوا متفقين وياه تم اسقاط شخص كذاب راح علي كل شيء سريع كان عندك القدره انا مسوي هولد للموقع الامامي اسالك بالله ارين شخص عندي لابس ابيض يا ساتر انسى كل شيء تفور بالخلف بالخلف وشخص رافع جوال احتمال تدخل خارجي شخصين جميعهم رافعين ما تقولون انتم اخر 10 دقائق الأشخاص في داخل المبنى صار عليهم
ما عندي. أسألكم جميع الأشخاص. عيران في المنطقة، عيران في المنطقة. انفر رام، الرام أطلق النار عليه، أسقط عسكري. ما ندري كم لوحة. جتك رصاصة. رام أسود صحيح. تذكر وش صار لك؟ عندي رؤية. الشخص تنفر تنفر عنده رؤية أيضاً. ألا ذكرني، من بيذكرني؟ ما علمت أحد. الوحدة لي. بس بمشي كذا بمشي كذا بمشي فهمتوا؟ كذا كأنه الحواجب رويال ضربتني. توجهني ليش كذا بحواجب؟ طاب طعن انا اوريه. تينان توجه لي خلفك خلفك توجهني توجهني بشكل سريع. يا رب يطبون يمسكونه من العساكر وانا اجيهم بالسجن. واتفل يا رب. طبوا العساكر ايش فيهم من تحت ودور فوق؟ الو؟ لو الأساكر ذكروني إني خطفت عيال. لو الأساكر ذكروني إني خطفت. بس صح برضو ما أنسى ما أتذكر الناس. في جيب نعم رصد. الرام الرام تبى تجاطق عليه. عسير انا الى الان ماسك الموقع، ايش الحاله اللي عندك؟ تنفر حاليا في اشخاص يطلقون على النار من جهه شخص مختلفة. شخص عندي موقعه خلفك خلفكم. هد خذ الكفر خذ الكفر. تنفر تذكر الاشياء بس ما تذكر منامها مواصفات الاشخاص. تذكر الاشياء ما تذكر ملامح او مواصفات الاشخاص. يا ساتر خلف تحت الجسر حاليا الشخص في مركبه عندي. الشخص لابس جديد مركب عندي فرود ما ادري ايش وضعه. قل لي هل لنا الاذن يا عسير ان اي احد يوصل الموقع هذا نطلق عليه طلق فوري؟ اذا كان شكل خطر عليه شيء على الكفرات مباشره. في شخص فوق الجسر في شخص فوق الجسر. هم كم واحد احمد والعيال كم واحد؟ باقي بسوي هود للباب. تبارك الله عندي شخص راعي فرات قاعد يدور عندي. والله سبعة. عطى طلقة على الكفر. كثير اطلعوا. من في من معه طيب غيره هو تركي؟ اطلق النار عليه الشخص ابيض قدامك. ما يمديني اشوف كم عسكري موجود. موقعه؟ خلف بالخلف تحت الجسر. هاي راي عليه واضحة. رضا رضا صح رضا. قاطة تم اسقاطه تم اسقاطه. تهود الباب تسع اشخاص يا ساتر. رام تواجد المنطقه رام تواجد المنطقه. ارجع لنا عسيسي يا عسيري. جروب اب جروب اب ارجع ورا ارجع ورا. هاي في اشخاص قاعد يدور عندي مركبات. يا ابو شو اسوي دراكولا تحلل الحين ولا وشو؟ شو اسوي؟ فوق الجسر فوق الجسر. احتاج تكفرون لي. شو بيطردني هذا بعد خمس دقائق. الجي كلاس تنفر. تقدرون يا رجال تقدرون. شخص من يطلق؟ احتاج طلقات اس ام جي. يطلق بفردك اذا ما معك اس ام جي. بيلقمون سكر من الاساكر ما في اسكر اي متوقع. موقع الاشخاص. علي في اشخاص الرام عندي بداية الجسر من جهتكم. اني قد انزف انا حار حاول كلب شو الاشخاص. بمسك فوق المبنى انا. انا محشر من جهتين حاليا. بتوجه لك عسيري. تنفر. عسيري خل معك واحد. تنفر خليك معي. تنفر قد انزف حاليا. حاول توجه. تنفر حاول تتعالج. ارقص برقص على بطنك لما تطقع يا ابو ريحه. اذا مره راح المستشفى. راح انسحب راح اجي المستشفى سريع. فور بالنسبه لطلق نار هذا من داخل. قسم بالله بسام اقول لك شيء مهلوك. مهلوك قدم لكم.
تعبان وبنام وراي فيلم الساعة 1 بالليل. الله اعلم اني بكنسل ما راح اروح. مبارك عندي حمضاري. موقعك 67 طولت وانا ميت. راح انزل لك من الان. وبشوف شو يصير قبل اطفي يا اخي سفينة. راح انزل من السطح. الروم مجرد ما يجينا على طول طلعنا من اللعبه يا اسخط عايز كذي انفار خلاص خلاص يقولون علينا حاولوا تجمعون المجرمين في جهه واحده انفار كذا كل شيء صار غطيه قويه انفار راح نقتل انفار راح توجه انقذ سي 3 كذا راح تي 3 راح كذا راح توجه تعالج ما يمديني اسوي اي شيء ما يمديني اضغط تكون نفسي ما اقدر لاني مكلب حاول تعالج وتوجه لك انفار جمع المجرمين عند الاوبن هذا كذاك يحتاج دوريه متحرك الشخص اللي معك التاو خليك فوق الكبري لا يجون اشخاص تفر راح توجه تعالج وعالج دي 3 توجه لك بعد 3 دقائق طلعني مصابين انتظروا الى ما يتم علاجك موقع فيه اشتباك كبير اسمع صوت صوت مركبات فوق الجسر وش لول لول عيال وش يا تي 3 ال وش يعني خلف عندي ما صار شيء ارقص كيف ارقص ما يمديني اضغط اف 1 افرض انها الرام اسمع صوتها هلا مجمد من فوق راح اغطيك بابا بشكل كامل روحوا تاكدوا من المركبه اللي في الخلف العساكر اللي باقيين على قيد الحياه يعطوني يونتاتهم سريع اه داس كذا اصبر ما في الا اربع وحدات حاليا صحيح؟ انفار خلاص امسك موقعك يا يونت 44 يونت 41 فوق فوق المستودع هذا تنفر تنفر مشيت من المنطقة خليك الدعم الجوي الرام رجع الرام رجع انفر الرام رجع صح كذا انفر هزه ربع اشخاص قاعد يطلقون علينا الان او ما ادري كانوا يطلقون علينا من المركب انتبهوا كذلك موتر افراد ثاني رجع انتوت 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 يا جماعه لا احد يطلق نار بشكل هذا تاكد من الاشخاص 133 طلق على الكفرات في حال كان شكل خطر في حال كان شخص مار فقط ثلاثة عرضوا له وانا اتاكد الحين لازم اتاكد شخص كان محمل ولا لا في شخص فوق تزيد والله جمس تعرفت عليهم كلهم يسكنون جمس هلا والله ابو فلان الله يحيي شانك هلا والله محمد هلا يا ابو زاد من كثر ما اختي والله اني اختي كثير انا يا اخي انسى عندي الحف خرا ما احسن تستعمل تستعمل اسلحه خفيفه الان خلاص في انا وعسير نستعمل سلاح ثقيل تاكي مركب ارقصني مرة تابو قاعد تدور حول المنطقة بشكل متكرر في حال جاء للمرة الثالثة اكمد انطلاق نار اكفرات مباشرة انفار والله ايش فيهم مرقين ذول كذا الحالات انزلوا توجه ان طلق نار كثيف في حرب عصابات راح تستخدم اي سلاح ثقيل ما تخير فقط الموقع يا اطلق وانا فقط بيت الخياطين على ما اعتقد اسمه كذا حاليا راح امشي اطلع بعد الدعم انفار امشي اطلع انفار راح فوق من فوق من المبنى الثاني انفار انفار متوجه انا متوجه انا حد الحاله اللي عنده هيلي اللي عنده هيلي اليمين ولا اليسار انفار انفار حاليا انا في الموقع في جي تي ار برقمية في جي تي ار لون ابيض الشخص في الموقع حاليا لذلك انت نزل المركب راح توجه 41 يا عسير الدعم الجوي حقنا اسقط انفار شخص نزل والله القمه العساكر انفار امامك موقعك موقعك عند الجسر فوق خلاص انت خلاص انت اهم شيء البوابه احتاج شخص يمسك البوابه لا يدري من عينه من البوابه تسقط كرر اي جسر جسر اللي جبت الخياطين اسقط شخص تنفر. من الخلف في شخص جاي من الخلف تنفر في شخص بالخلف تنفر عندي شخص طرام فوق الجسر حاليا في مركبة سيدان اتحلل يا عيال راح اباشر مع الشخص معاه الشخص يقول علينا من خلف من خلف انتبه من خلف تنفر شخص عسير الباب ترى اوبن يا عسير انتبه من خلفك انفر اتحلل بعدين ارجع لهم حاليا راح توجه الشخص اللي فوق المبنى ليش لا ابي اكتب لا ليه تنفر عندي رؤية على الشخص خلاص اخذه من القسم الرام لونه اسود صحيح؟ تنفر عده راح توجه الى تنفر متجه لك حاليا تنفر
جلك تنفر يعرفون بريكي شهد شباب فور. اتحلل رام عندي توجلي توني تقول خطف 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 يا العدد مفتوح يعني ولا لا يب اتوقع والله اني مدري ايوه 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 الحين صارت صفقة يا ولد احمد مع المجرمين حول عددهم 9 فهمت يا جميع اسقط ساسي اخطفوه بيعطونا فلوس وغدروا فيه عيال اذا تحللت عيال والله انه قهر اطلع اصير شاحة ابو مشواح كم الساعة 11 لو نمت ساعتين 11 12 وحده بعدين نروح الفيلم من الجاضي يب ما في عدد ما في الا 8 عندي 7 يعطيكم العافية لا نقول لكم وداعا إلى اللقاء في بث آخر من برنامج منكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الرحمن إن شاء الله بثنا ما أدري متى يمكن إذا قمت آخر الليل ولا أنا ما أدري يلا